يا هلا ومرحبا بمشاهدينا ومتابعي برنامج العين الثالثة. تكلمنا معاكم في الحلقتين اللي طافن عن أعظم إنتاجات هوليوود، واليوم بكمل معاكم هالسلسلة وخبركم عن الأفلام للمركز الـ11 لين مركز الـ20. خلوني أبدأ وياكم اليوم من فيلم فورست جامبا اللي بيجيب المركز الـ11، وهو فيلم تراجيكو ميديا أمريكي، أنتج عام 1994، وهو مأخوذ من رواية كان لها نفس اسم الكاتب وينستون جروم عام 1986. الفيلم من إخراج روبرت زيميسك، ولعب دور البطولة كل من توم هانكس وروبن رايت وجاري سينز وسالي فلدة، وكانت القصة حول عدة عقود من حياة شخص اسمه فورست جامبا، وهو شخص بطيء الفهم ذو قوة بدنية مميزة من ولاية ألاباما، عاش وتأثر ببعض الأحداث الجلية اللي حدثت في النصف الأخير من القرن الـ20 في الولايات المتحدة، وتحديدا في فترة نشأته من عام 1944 إلى عام 1982. تختلف أحداث الفيلم كثيراً عن الأحداث اللي تقوم عليها رواية وينستون جروم، بما فيها شخصية جامبا والعديد من الأحداث اللي تم تصويرها. صور الفيلم في أواخر عام 1993، وكان المكان الرئيسي للتصوير في ولاية جورجيا وولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية. استخدمت التأثيرات البصرية على نطاق جداً واسع لدمج بطل الفيلم في لقطات أرشيفية ولتطوير العديد من المشاهد. استخدمت كذلك موسيقى تصويرية شاملة في الفيلم، والهدف منها كان جداً واضح، وهو تحديد الفترات الزمنية اللي تظهر على الشاشة. الإصدار التجاري جعل منها الموسيقى التصويرية هي الأكثر مبيعاً، وبيع أكثر من 12 مليون نسخة في شتى أنحاء العالم. صدر الفيلم في الولايات المتحدة في 6 يوليو عام 1994، ونجح تجارياً لأنه أصبح من الأفلام الأكثر حصداً للإيرادات الصادرة في ذلك العام في أمريكا الشمالية، وأصبح كذلك أول نجاح كبير لباراموند بيكتشرز منذ بيع الاستديو لشركة فياكوم في هاك العام. حصد الفيلم إيرادات فاقت 677 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم خلال عرضه في صالات السينما. في عام 1995 فاز الفيلم في حفل توزيع الجوائز الأوسكار 67 بجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج لروبرت زيميسك، وأفضل ممثل لتوم هانكس، وأفضل سيناريو، وأفضل مؤثرات بصرية، وأفضل مونتاج فيلم. لا، وبعد ترى حصل على جوائز وترشيحات أخرى وايد، منها جوائز جولدن جلوب في عام 2011، وتم اختيار الفيلم من قبل مكتبة الكونغرس لحفظه في سجلات الأفلام الوطنية للولايات المتحدة كونه ثقافياً وتاريخياً ذا مخزى جميل جداً. وخلوني أخبركم معلومات غريبة جداً عن هالفيلم. أولها أن في عام 1996 افتتح مطعم أطلق عليه شركة بابا جامب للروبيان، مأخوذ من الفيلم نفسه، ومن هاك اليوم لين الحين توسع هذا المطعم وافتتح مواقع كثيرة جداً في شتى أنحاء العالم. تطلب المشهد اللي يتقابل فيه فورست صديقته جيني في مسيرة السلام في نصب لينونكلين التذكارية والبركة المنعكسة في واشنطن العاصمة تأثيرات بصرية لخلق حشد كبير جدا من الناس. تطلب هذا المشهد يومين من التصوير في مشاهد الحشد، كان يدفع بالكومبارس وينظمون ويتحركون ضمن ربع دائرة بعيدة جدا عن الكاميرا، مع مساعدة أجهزة الكاميرا تضاعفت خلق الحشود من مئات وآلاف من الناس. من بعد فيلم فورست جامب خلنا نروح الحين للفيلم اللي في المركز الـ12، واللي هو فيلم نادي القتال فايت كلاب، وهو فيلم صدر في عام 1999 ومبني على رواية تشاك بولانيك واللي لها نفس الاسم ومن إخراج ديفيد فينشر وبطولة براد بيت إدوارد نورتون. الفيلم ترى منال إعجاب المديرين التنفيذيين في الاستديو، فأعادوا بناء حملة فينشر التسويقية في محاولة للحد من الخسائر المتوقعة، وفشل الفيلم في تلبية توقعات الاستديو المنتج في شباك التذاكر، وتلقى ذلك
كذلك ردود فعل مستقطبة من النقاد. تم اعتبار الفيلم كأحد أكثر الأفلام ضجة وإثارة للجدل عام 1999، ومع ذلك الفيلم لاقى نجاح تجاري ونقدي جداً مع إصدار الأقراص الرقمية DVD، الأمر اللي رسخ مكانة نادي القتال كأحد أكثر الأفلام شعبية بين الجماهير. بعد إصدار الفيلم وردت تقارير عن افتتاح الكثير من نوادي القتال في الولايات المتحدة. في مينيلو بارك كاليفورنيا عام 2000 تم افتتاح نادي قتال السادة، وكان معظم أعضائه من صناع التكنولوجيا الحديثة. لا وبعد بادرت مجموعات من المراهقين في كل من تكساس، نيو جيرسي، مدينة واشنطن وألاسكا بافتتاح نوادي القتال، وبث بعض فيديوهات القتال في هالنوادي على الإنترنت، الأمر اللي قاد السلطات لإغلاق تلك النوادي لاحقاً له. من أكبر مميزات هالفيلم كونه تجربة حقيقية يخوضها المشاهد بنفسه، فمن الصعب جداً إن ما يتفاعل المشاهد معه وتتصارع أفكاره مع الأفكار الغريبة اللي على أغلب الظن ما وردت على ذهنه من قبل. والفضل كله يعود في المقام الأول للقصة اللي كتبها الكاتب الأمريكي تشاك بولانيك، واللي تلعب بالعقل فعلاً، ولنهايتها المفاجأة، وتعد واحدة من أبرز نهايات الأفلام اللي غير متوقعة على الإطلاق. إضافة إلى ذلك لمسات المخرج العبقري ديفيد فينشر اللي غير من القصة شوي وأضاف لها الكثير من وجهة نظر الخاصة بالشخصيات والأحداث، واللي توالمت بشكل مثالي مع اتجاه وفكرة الرواية الأصلية. خلينا نروح للمركز الـ14. لحظة أكيد تبون تسألوني وين راح المركز 13. خلوني أذكركم إن في الحلقة السابقة نحن تكلمنا عن فيلم سيد الخواتم، وإن في جزء من هذه السلسلة جاء بالمركز 13. الحين خنروح معاكم لفيلم إنسبشن، أو بداية أو استهلال بالعربي. الفيلم هو أحدث فيلم أنتج داخل قائمة أفضل 20 فيلم تقييماً عند الجمهور، بحيث أنتج عام 2010. هو فيلم خيال علمي أنتج عام 2010، وقام بكتابته وإخراجه وإنتاجه كريستوفر نولان. الفيلم بطولة كل من ليوناردو دي كابريو وكان وأتانبي وجوزيف كوردون ليفيت. يلعب دي كابريو دور دوم كوب، جاسوس متخصص أو لص تجسس للشركات، يتألف عمله من استخلاص معلومات تجارية قيمة في سرية تامة جدا من عقل أهدافه الباطن. وبين ما هم نائمون ويحلمون، ولأن كوب مو بقادر على زيارة والده، تعرض عليه فرصة لاسترجاع حياته القديمة مقابل مهمة شبه مستحيلة، الازدراع، وهو زرع فكرة في هدف اللاوعي. حس نولان أن عليه الحصول على خبرة أكبر من الأفلام واسعة النطاق، فعمل على بداية باتمان والحظوة وفارس الظلام. قضى المخرج 6 أشهر لإنهاء سيناريو استهلال قبل أن تشتري منه وارنر براذر في فبراير عام 2009. صور الفيلم في 6 دول و4 قارات. أقيم العرض الأول للفيلم في لندن في 8 يوليو 2010، وحقق الفيلم أكثر من 828 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، ليصبح رابع أعلى فيلم دخل في عام 2010. يعتبر أحد أفضل الأفلام في العقد الأول من القرن 21، لأنه تلقى ثناء نقدي على السيناريو والإخراج واللقطات، وأيضاً المؤثرات البصرية والموسيقى وطاقم التمثيل، وفاز بأربع جوائز أوسكار وتم ترشيحه لأربع جوائز أخرى. اشتغل نولان على النص لمدة 9 لـ10 سنوات، ولما بدأ التفكير في صناعة الفيلم كان نولان متأثر جداً بحقبة الأفلام الجديدة اللي تستند إلى المبادئ القائلة بأن العالم من حولك قد لا يكون حقيقياً. كان نولان يحاول دائماً العمل مع ليوناردو دي كابريو لسنوات، وقابل عدة مرات، لكن ما قدر على وضعه لأي فيلم من أفلام السابقة. وافق دي كابريو في النهاية لأنه كان مفتون جداً بمفهوم فكرة سرقة الأحلام، وكيف ستفتح هذه الشخصية أو ستفتح هذه الشخصية عالم أحلامه، وتؤثر في نهاية المطاف على حياته الحقيقية. قضى دي كابريو ونولان شهوراً كثيراً
كثيرة وعديدة جدا في الحديث عن السيناريو الذي استغرق من نولان وقتا طويلا لإعادة كتابة النص من أجل التأكد من أن الرحلة العاطفية لشخصيته ديكابريو طبعا كانت القوة الدافعة للفيلم. في 11 فبراير 2009 أعلن أن وارنر براذر قد اشترت استهلال وهو سيناريو مبدئي كتبه نولان. لم يصور نولان أي لقطة بكاميرا آي ماكس بعكس فارس الظلام لما قال: لم نشعر أننا سنكون قادرين على التصوير بكاميرا آي ماكس نظرا لأن الفيلم يتعامل مع منطقة سريالية محتملة وطبيعية أو طبيعة الأحلام وما إلى ذلك. وأضاف نولان أنه أراد أن يكون الفيلم واقعيا قدر الإمكان، لا يلتزم بأي مقاييس كاميرات الآي ماكس، على الرغم من أن نولان يحبها كثيرا. قضى جوزيف جوردن ليفيت عدة أسابيع في تعلم القتال في ممر يدور مثل عجلة هامستر عملاقة. قال نولان عن الجهاز أنه كان أشبه بجهاز تعذيب لا يصدق، وتم ضرب جوزيف لأسابيع، لكن في النهاية كانت اللقطات شيء فريد جدا وإيقاع المشاهد أيضا فريد من نوعه. وفقا للممثل ديل براو الذي لعب دور السائق يوسف، فإن تصوير هاك المشهد كان جدا معقد لأن الممثلون يصورون جزءا منه ثم ينتقلون لمشهد آخر وبعدين يعودون له مرة ثانية. وفي الأجزاء المصورة تحت الماء اضطروا إلى حبس أنفاسهم لمدة تصل إلى 5 دقائق في كل مرة قبل الخروج من خزان الغوص. أما بالنسبة لكيف كان سقوط الشاحنة فقد تم قذفها بواسطة مدفع. الحين بوصل وياكم للمركز الـ15 في قائمة أفضل 20 فيلم، وخلينا نروح لفيلم حرب النجوم الجزء الخامس. الإمبراطورية تعيد الضربات هو فيلم صدر عام 1980 للمخرج إيرفن كريشنر. السيناريو مبني على أساس قصة لجورج لوكاس، وهو الفيلم الثاني اللي يصدر في حرب النجوم والخامس من حيث التسلسل الزمني الداخلي. أفلام حرب النجوم ستار وورز هي سلسلة أوبرا فضاء ملحمية مؤلفة من ثلاثيتين قام بصنعها جورج لوكاس، ما تنحصر ضمن سلسلة أفلام بس، تراها أصبحت مسلسلات تلفزيونية، كتب للأطفال، قصص مصورة وأيضا ألعاب فيديو. من المعلومات الغريبة جدا عن هالفيلم أن هاريسون فورد تلقى مبلغ 10,000 دولار مقابل دوره في فيلم أمل جديد. بالطبع فورد حصل في وقت لاحق على 34 مليون دولار لدوره في The Force Awakens. عند بناء موقع تصوير The Phantom Menace لم يأخذ المصممون بالحسبان طول ليام نيوسون، فأعادوا بناء جميع الأبواب بتكلفة إضافية قدرها 150,000 دولار. ما بطول وياكم عسب ألحق أخبركم عن باقي الأفلام. الفيلم المشهور The Matrix أو المصفوفة، وهو فيلم سينمائي خيالي تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية في 31 من مارس عام 1999. الفيلم يتكلم عن عالم افتراضي يسمى المصفوفة، صنع من قبل آلات حاسوبية واعية لأجل تدشين الإنسان وإخضاعه لاستخدامهم كبطاريات مولدات طاقة لصالحهم، ويتم ذلك عن طريق غرس أجهزة سيبرانية عملية لإدخال الكائنات البشرية ضمن برنامج المصفوفة الماتريكس اللي يجعل البشر يعيشون ضمن هذا الواقع الافتراضي. اقترح المخرجون لشركة وارنر براذر فكرة الفيلم، إلا أنها توقفت بسبب قيمة الميزانية المتوفرة اللي كانت حوالي 80 مليون دولار، ووافقت الشركة على رصد مبلغ 10 ملايين بس عشان يصورون الدقائق 10 الأولى من الفيلم باستخدام هالعشر ملايين، تخيلوا. وبعدها أعجبت الشركة بالافتتاحية جدا وتمت الموافقة على رقم 80 مليون دولار. وفي معلومة أبى أخبركم عنها تعتبر شوي غريبة، إن المشهد الافتتاحي للفيلم استغرق العمل عليه 6 أشهر من التدريب وأربعة أيام للتصوير. وبعد معلومة أغرب واللي هي عن أشهر لقطات فيلم الماتريكس، وهو مشهد القتال داخل البهو، فقد تطلب تصوير هذه اللقطة ما يزيد عن 10 أيام بالرغم من أن ظهورها على الشاشة ما استغرق أكثر من 3 دقائق. وهذا يؤكد المجهود الكبير اللي بذل القائمون على هذا العمل لخروجه
كما يجب. وصلنا معاكم للفيلم اللي بيكون في المركز 17 واللي هو فيلم الأصدقاء الطيبون Goodfellas، الفيلم اللي محفور بذاكرة عشاق السينما لين اليوم. يروي الفيلم أحداث قصة حقيقية عن رجل العصابات من أصول إيرلندية هنري هيل، اللي يقبل في الثمانينات من القرن الماضي أنه يشهد ضد زملائه من رجال المافيا لصالح المباحث الفيدرالية، بعد أن شعر أن عائلته مهددة بالتصفية الجسدية من قبلهم في أي لحظة. الأصدقاء الطيبون هو فيلم جريمة وسيرة ذاتية أمريكي للمخرج مارتن سكورسيزي، مقتبس عن رواية الرجل الحكيم وبطولة روبرت دينيرو، راي ليوتا وجيو بيشي. والفيلم كان عبارة عن حكاية صعود وانهيار رئيس عائلة لوكيز الإجرامية هنري هيل وأصدقائه وعائلته من عام 1955 إلى عام 1980. حقق الفيلم نجاح تجاري وجماهير كبير جدا في شباك التذاكر الأمريكي، حاصداً 46.8 مليون دولار أمريكي، ما يقارب ضعف ميزانية العمل اللي بلغت 25 مليون دولار. وتلقى إشادة نقدية واسعة النطاق في عدد من المواقع والصحف الفنية الكبرى، وعلى أثرها تم ترشيح الفيلم لستة جوائز أوسكار. يعتبر الفيلم أحد أعظم أفلام العصابات اللي تم إنتاجها على الإطلاق، وتم محاكاته في العديد من النسخ حول العالم. في عام 2000 تم اعتبار الفيلم ثقافياً وتاريخياً مهم جداً من الناحية الجمالية، وجرى اختياره ليحفظ ضمن السجل الوطني للأفلام من قبل مكتبة الكونغرس. خلوني بعد أخبركم عن معلومات غريبة في هالفيلم. عسب يجيد روبرت دينيرو شخصية رجل العصابات جيمي كونواي وصديق هنري هيل في رحلة الجريمة، فكان مهتم جداً بشغف بمعرفة أدق تفاصيل شخصية هيل وكونواي في الحياة الواقعية، لدرجة أنه كان حريص على تقليد كونواي في طريقة مسكته للسجائر ولزجاجة الكاتشب. وفي سبيل الانخراط في الشخصية الرئيسية للفيلم هنري هيل، كان راي ليوتا يستمع لتسجيلات المباحث الفيدرالية بشأن هيل في كل يوم أثناء ذهاب إلى الاستديو، وكأنها كانت نوع من المذاكرة. وكان المخرج مارتن سكورسيزي حريص على الاعتناء بأدق تفاصيل فيلمه بحسب راي ليوتا. كان سكورسيزي مهتم على ظهور أبطال العمل في أحسن صورة على الشاشة، لدرجة أنه كان يقوم بربط ربطة عنق ليوتا بنفسه. أحدهم طار فوق عش الوقواق، هالجملة تراها مو بيت من قصيدة، ها كان هو اسم فيلم دراما أمريكي صدر عام 1975 من إخراج ميلوش فورمان، مبني على رواية تحمل نفس الاسم، ويحتل المركز 18 في ترتيب الأفضل، وحصل على جوائز أوسكار، واختير الفيلم ليكون أحد أفضل الأفلام الأمية في التاريخ الأمريكي من قبل المعهد الفيلم الأمريكي. وعلى الرغم من النجاح المعتدل اللي حققته المسرحية المقتبسة من رواية كين كيسي لعام 1963 واللي قادها غريك دوغلاس، كان النجم الهوليودي دوغلاس مصمم على إنجاز عمل سينمائي لهذه الرواية. اتصل دوغلاس بالمخرج التشيكي ميلون فورمان ليطلعه على المشروع، وقام بإرسال الرواية له. صادرت جمارك تشيكوسلوفاكيا الطرد اللي يحوي الكتاب اللي أرسل دوغلاس، وبذلك لم يصل الطرد هذا إلى المخرج فورمان قط، غير مدركين لما جرى أو تفاصيل ما أدى لحقد المخرج على دوغلاس لعدم وفاءه بوعده بإرسال الرواية. وظن دوغلاس أن فورمان كان دنيئاً معه لعدم تأكيد وصول الرواية. تطلب الأمر مرور عقد من الزمن قبل أن تحل المعضلة عن طريق ابن غريك دوغلاس مايكل، وهو من قام بالاتصال مع فورمان مرة أخرى لإعادة المحاولة في إنتاج هذا المشروع. الفيلم العظيم 7 أو 7 يحتل المركز 19 وهو فيلم جريمة أمريكي أنتج في عام 1995. تدور قصة الفيلم حول محقق متقاعد مورغان فريمان وبديله براد بيت، اللي يشتركون طبعاً في التحقيق في سلسلة جرائم مستوحاة من الخطايا السبع المميتة. تدور قصة الفيلم حول محققان، أحدهما عجوز والآخر شاب، يتحدان معاً لتولي
تولي قضية ستكون الأخيرة للعجوز والأولى للشاب، وتكون مهمتهم فيها القبض على قاتل متسلسل يختار ضحاياه من بين مرتكبي الخطايا السبع المهلكة، كالبدين الذي يأكل بنهمة والمحامي الثري نتيجة الجشع. وهكذا. وفي معلومات غريبة جداً عن هالفيلم. في البداية شاهدنا جميعاً كاتب الفيلم دون أن نعلم ذلك، لكن كان هو الشخص المستلقي في بركة من الدماء في مسرح الجريمة الأول. إن كنت تريد التأكد بنفسك قم بالتحقق من أسماء الممثلين في نهاية الفيلم. بعد أن تخرج كاتب الفيلم أندرو ووكر من برنامج دراسة الأفلام، بقي عدة سنوات دون أن ينجح في دخول مجال السينما، لينتهي به الأمر بالانتقال إلى مدينة نيويورك ويعمل كرجل مبيعات في متجر للإسطوانات. يمكن القول أنه لم يكن سعيداً بنمط الحياة اللي حصل عليه، وأن كره المدينة كثير جداً، وكان يشوف أحد الخطايا السبع على الأقل في كل مرة يخرج فيها من منزله دون أن يكلف نفسه عناء البحث عنها. بعد أن أصابت الكآبة قام بكتابة نص سوداوي عن قاتل متسلسل يختار الضحايا الذين يجد فيهم أحد تلك الخطايا. وفي معلومات غريبة جداً بزيدكم عن هالفيلم، بس ما تم وقت عسى بخبركم عنها. الفيلم الأخير بقائمة العشرين اللي هو إنها حياة رائعة، It's a Wonderful Life، هو فيلم دراما أمريكي من أفلام عيد الميلاد، صدر في عام 1946 من إنتاج وإخراج فرانك كابرا. الفيلم مقتبس من قصة الهدية الأعظم من عام 1939. يعتبر هالفيلم أحد أشهر الأفلام المحبوبة في السينما الأمريكية، وأصبح من أكثر الأفلام مشاهدة في فصل عيد الميلاد في نهاية كل عام. الفيلم هو قصة جورج بايلي جيمس ستيوارت اللي تخلى عن جميع أحلامه ليكون في خدمة الآخرين، الأمر اللي وصل به إلى حد الانتحار في ليلة عيد الميلاد، واللي أنقذ كان ملاك المنقذ اللي قام بعرض حياة جميع من ساعدهم وكيف إن حياتهم كانت ستكون لو إنه لم يكن موجود. يعتبر واحد من أكثر الأفلام تقييماً وإشادة في تاريخ السينما، كان قد رشح لخمس جوائز أوسكار. في عام 1990 تم اختياره من أجل حفظه ضمن سجل الأفلام الوطنية من قبل مكتبة الكونغرس الأمريكية لكونه أثر حضاري وتاريخي أو جمالي، بينما في عام 1998 أدرج معهد الأفلام الأمريكية في المركز 11 ضمن لائحة أفضل 100 فيلم أمريكي على الإطلاق. وبعد ما سولفنا معاكم عن آخر فيلم في القائمة، نتمنى أنها تكون نالت على إعجابكم. عطونا رأيكم في هالأفلام اللي شفناها واللي بعد بتشوفونها، وانتظرونا في باقي الحلقات الجاية. مع السلامة.